بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامج راي عام. كل سنه وحضراتكم طيبين ويا رب تكونوا بخير وصحه. اخبار كتير واحداث اكتر خلينا نعرضها مع حضراتكم ونناقشها بكل صراحه وشفافيه. واول خبر معانا النهارده ان شاء الله هيئه الارصاد الجويه كانت اعلنت امبارح او اول ان شاء الله الاسبوع الجاي في انخفاض في درجات الحراره حوالي 3 درجات. طبعا ده كويس في ظل الصيف اللي احنا عايشينه وكانت موجة ارتفاع درجات الحرارة الاسبوع اللي فات او الايام اللي فاتت. برضو حذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطرابات في سرعة الرياح بالنسبة للناس الشواطئ او المقيمين في المدن الساحل البحر المتوسط، وحذرت المصطفين او المصيفين من النزول للمياه، واللي هينزل يعني ربنا يسلم الجميع يخلي باله عشان في سرعة رياح. وحضراتكم طبعا عارفين البحر اما بيبقى فيه سرعه رياح بيبقى فيه فرص تعرض لا قدر الله يعني حادثه الغرق بتبقى اكتر شويه، فنخلي بالنا وربنا يسلم الجميع ان شاء الله. طيب ده موضوع. عندنا برضو موضوع تاني ان طبعا كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاسبوع اللي فات عقد مؤتمر صحفي في مدينه العالمين الجديده، وكان المؤتمر ده فيه حاجات كتير او نقط كتير الدكتور مصطفى مدبولي وضحها للراي العام، وكان منها او احنا دايما بنحاول نجيب اهم الاخبار او اهم المواضيع اللي تخص الشان المصري او المواطن المصري. من المواضيع دي ان طبعا حضراتكم عارفين سيارات ذو الهمم او المعاقين. سيارات المعاقين دي كان الدوله سامحه لاصحاب الهمم او المعاقين اللي هو استيراد سيارات يعني بمواصفات خاصه علشان خاطر الاعاقه بتاعته بتكلفه بسيطه جدا او يعني خالصه الجمارك تقريبا يعني. فالفتره اللي فاتت الموضوع ده حصل فيه تجاوزات كتير جدا، من ضمنها ان ناس كتير تستغل الموضوع ده بالبلدي كده، بيروح يجيبوا الراجل صاحب الاعاقه ويدوا له مبلغ في ايديه، وطبعا انتوا عارفين في ظل الظروف المعيشيه الموجوده فالناس بتوافق وبياخد العربيه دي بيجيبها لهم على اسم صاحب الاعاقه، وبيتم ايه اللي يعمل له توكيل او حاجه ويبتدي يبيعها او يعني ايه يديها للغير. فطبعا الدوله رصدت التجاوزات دي وقرر رئيس مجلس الوزراء وقف استيراد سيارات اصحاب ذو الهمم حاليا لغايه ما يتم وضع قوانين او ضوابط جديده بحيث اللي هي تضمن الدوله تضمن ان السيارات دي تروح للمخصص ليه او للغرض المخصص ليه. ده خبر. في خبر برضو تاني معانا ومهم جدا، وقف نظام الممارسة بالنسبة لعدادات الكهرباء. حضراتكم عارفين طبعا من بعد 2011 حصلت تجاوزات كتير قوي في موضوع البناء، فتم وقف تركيب العدادات، وكان النظام ان الشقق كلها اللي ساكنة بنظام الممارسة. نظام الممارسة ده ببساطة حضرتك بتروح مباحث الكهرباء بتعمل زي جواب كده او حاجة، فبيتم تحديد سعر معين بتدفعه كل شهر نظير استهلاك الكهرباء. رئيس الوزراء قال لك خلاص احنا منعنا القصه دي، واي شقه مخالفه مش مخالفه كله هيتركب عدادات كوديه، واستثنى جميع المخالفات او الشقق السكنيه المخالفه. يعني حضرتك دلوقتي اللي ساكن بنظام الممارسه تقدر تطلع على شركه الكهرباء وتقدم على العداد الكودي، ويجي لك العداد مسبق الدفع اللي هو الكارت، يجي لك العداد وزيك زي اي شقه حتى لو في عماره مرخصه. يعني ده برده قرار كويس جدا. انت حضراتكم عارفين طبعا نظام الممارسه ده كان بيضايق ناس كتير قوي برضه، يعني كانت الفلوس بتاعته غاليه شويه، فنظام العدادات الكودي حضرتك اللي بتستخدمه بتدفعه هو ده الاساس فيه، فده قرار كويس جدا ونشكر الدوله عليه. برضه كان معانا قرار من الشركه المتحده، بنشكر الشركه المتحده ان هي تكفلت بعلاج حفيد امام المقرئين الشيخ محمد رفعت والله يرحمه طبعا، فده قرار كويس جدا وبنشكر الشركه المتحده عليه وعلى تقديرها للشيخ محمد رفعت حتى بعد وفاته اللي هي تتكفل بعلاج حفيده. ده طبعا شيء كويس جدا ونشكرها عليه. وطبعا بنشكر الشركه المتحده اللي احنا شايفينها نشاطها في مدينه العالمين الجديده وحفلات الموسيقيه وحفلات الغناء والمهرجانات وتكاتف الدوله كلها بجميع وزاراتها مع الشركه المتحده لاظهار احسن صوره لمدينه العالمين الجديده في الموسم السياحي، فاحنا بنشكرهم وجاهد ان شاء الله مشكور وموفق باذن الله. برضه في بشرى ساره للمواطنين بتوع العبور الجديد. العبور الجديده دي قصه كبيره. العبور الجديده دي، العبور الجديده دي زمان كان حضرتك اسمها مدينه القادسيه ومدينه الامل.
ناس كتير قوي شركات بيع اراضي هناك كانت بتبيع الاراضي ده زمان، يعني من فتره مثلا حوالي 5 6 سنين كده كانوا بيبيعوا الاراضي هناك بدون تقنين وبدون اوراق رسميه، فجت الدوله منعت الكلام ده كله وابتدوا يعملوا نظام جديد وعملوا ليها جهاز مدينه العبور الجديده ووقفوا جميع المباني هناك، وابتدوا يعني بشرى ساره ليهم ان هم ابتدوا هيوفقوا اوضاع جميع الاراضي داخل العبور الجديده اللي هي القادسيه والامل سابقا، وحددوا المستندات المطلوبه طبعا تكون مستندات ملكيه هيتم فحصها في جهاز العبور الجديده، وحددوا جدول الاسعار للمساحات اللي هي توفيق الاوضاع، مثلا يعني مساحه 300 متر تدفع 60000 جنيه كمثال، انا بدي لحضراتكم امثله، يعني مساحة 60 متر تدفع 60000 جنيه، مساحة 300 متر ل 500 متر تدفع 100000 جنيه. ومساحة أكبر من 500 متر تدفع 150000 جنيه. طبعًا حضرتك لما بتدفع بتاخد أوراق رسمية وبتاخد رخصة بناء، يعني كده يعتبر أكنك بتقارن أوضاعك ورق قانوني وسليم ويطلع لك رخصة بناء. ده طبعًا شيء كويس جدًا، إن في ناس خصوصًا إن في ناس شارية أراضي بمساحات كبيرة هناك وما كانتش عارفة تعمل إيه، فلوس ومركونة ولا عارفة مصيرها إيه. فده طبعا كويس جدا، واحنا حبينا نقول لحضراتكم عليه علشان اللي ليه ارض هناك يبتدي يتوجه لجهاز مدينه العبور الجديده لتوفيق اوضاعه وتقديم مستندات الملكيه بتاعته ويشوف الفلوس او الرسوم اللي عليه ويبتدي يدفعها. وعلى فكره الرسوم دي برضو بنظام الاقساط، يعني حضرتك ممكن تدفع ويتقسط الباقي على المده اللي هم بيحددوها، فده برضو خبر كويس حبينا نقول لحضراتكم عليه. برضو عندنا خبر وزير التموين، طبعا حضراتكم عارفين ان حصل زيادة في اسعار البنزين، وكنا قلنا في حلقة قبل كده ان الدولة قالت ان مثلا كمثال يعني ان السولر بيكلف الدولة حوالي 20 جنيه وبتدعمه ب 10 جنيه، فده في 10 جنيه الدولة بتتحملها. طبعا حصلت زيادة طفيفة بحوالي 15% في اسعار المواد البترولية كلها سواء بنزين او سولر، مع تثبيت المازوت بالنسبة وخصوصا يعني سعر المازوت بالنسبة للمنشآت محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية وبالذات الصناعات الغذائية، عشان طبعا ما يحصلش ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية. ده بالنسبة ل طبعا الموجة بتاعت الغلاء أو ارتفاع أسعار البنزين. برضو احنا يعني نهيب بالدولة ووزارة التنمية المحلية بالنسبة تدي تعليماتها للمحافظين عشان تعرفة الأجرة بالنسبة للمواقف العمومية، إن طبعا أنت حضراتكم بعد كل ارتفاع لأسعار البنزين بتلاقي إن في بعض استغلال من السواقين أو من عربية النقل حتى، يعني الزيادة بنسبة 15% ده اللي حصل على زيادة المواد البترولية من بنزين وسولر. مقابلها في استغلال بقى هيحصل أكيد، يعني إحنا بنناشد الدولة اللي هي الأجهزة الرقابية تبقى تحط عينيها على النقطة دي، إنه بيحصل مثلا عربية نقل أو تعريف أو ميكروباص أو حاجات دي يبتدي يزود بمزاجه، فتيجي تكلمه يقول لك ما الأسعار زادت، لا يا فندم الأسعار زادت ب 15%، أنت مش معنى كده إن أنت تزود 25% و30%. فنرجو من الدولة اللي هي تحط سبوت على الكلام ده ومن الجهات الرقابية بالذات عشان برضو نقدر إيه نقف جنب المواطن. برضو في نفس الموضوع وزير التموين نفى، وزير التموين دكتور شريف فاروق نفى حكاية زيادة سعر الخبز المدعم اللي هو ب 20 قرش، مفيش زيادة في سعر الخبز المدعم ال 20 قرش اللي على بطاقة التموين. طلعت إشاعات إن بعد زيادة الأسعار بالنسبة للمواد البترولية إن هيتم زيادة العيش، الكلام ده غير صحيح، مفيش زيادة في أسعار الخبز المدعم اللي بريال اللي ب 20 قرش، مفيش الكلام ده. عشان بس إيه محدش يعني إيه، طبعا انتوا عارفين الاشاعات سيل الاشاعات اللي كل يوم بنقابله، فيا ريت بس ايه نحط كل نقطه كده عشان الناس تعرف الصح من الغلط. طيب النهارده معانا مداخله مهمه جدا السيد حسين ابو صدام نقيب الفلاحين لشرح وجهه نظر، هو حضرتك كان يعني قال تصريحات كتير في كذا محطه وكذا موقع، فحابين نسمع منه اراءه. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حاج حسين أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك وأهلا بكل مشاهديك في كل مكان. أهلا وسهلا بحضرتك. النهارده أنت حضرتك طبعا عارفين إن ارتفاع أسعار البنزين أو المواد البترولية وبالذات السولر بيأثر على النقل وعلى التخزين. فده إيه دوره في المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية؟
الحقيقه طبعا السولار دخل في كل حاجه في الانتاج الزراعي، سواء نقل او حرث او حتى جني او زراعه استخراج مياه. تمام. فبالتالي التكلفه بتزيد على المزارع. لكن انا عايز اقول حاجه لكل الناس اللي بتسمعنا، زياده الاسعار مش النهارده ولا بكره، احنا بنتكلم على زياده في المستقبل، لان ارتفاع الاسعار وانخفاضها بيرجع لعده اسباب مش بس التكلفه، لان زياده التكلفه مش معناها ان انا الصبح اقدر ارفع سعر، لان الفلاح ساعات بيبيع بالخساره باقل من سعر التكلفه. لكن احنا بنتكلم على في المستقبل ممكن ترتفع الاسعار بنسبه 20%، لان الفلاح لو بلاش نفسه يكسب مش هيزرع او هيقلل المساحه. طبعا ارتفاع وانخفاض الاسعار نتيجه للعرض والطلب. ساعات احنا بنشوف مثلا النهارده البصل ب 10 جنيه، ده يعني يعتبر سعر متدني للغايه للبصل، لكن ما حدش يقدر يرفعه حتى ما مع، لانه عرض وطلب، العرض كتير. صحيح. المانجا مثلا ب 15 جنيه صحيح. سعره قليل. الرز النهارده ب 25 جنيه سعره منخفض. ده كله ده عرض وطلب. رغم ارتفاع اسعار السولر والبنزين، لكن مش معنى كده ان الحاجه هترتفع اوتوماتيك. ده احنا بنتكلم الحكومه المصريه ان هي يعني تقف جنب المنتجين فلاحين سواء المصنعين اللي بيستخدموا السولر بيستخدموا البنزين، بحيث ان احنا نقلل الاعباء عنهم ونخفف الاعباء. لان انا كفلاح لو زرعت مثلا فدان كلفني 50,000 ما كانش هيجيب لي مكسب، انا مش ربحه كويس، اقعد 4 أشهر 6 أشهر ازرع فيه، انا بعد كده مش هزرعه او اقلل المساحه بتاعته. ده الغرض. لكن الناس ساعات بتاخد التصاريح يعني تاخد العنوان وتقعد تتكلم على العنوان. لا، وبرضه ساعات بيبقى فيه زياده يعني مبالغ فيها بالنسبه مثلا لاسعار النقل، والناس بتستغل النقطه دي، يعني يقول لك البنزين غلي او السولار غلي فانا لازم اغلي النقل او التخزين. برضه ده يعني زي ما حضرتك بتقول. تمام. زي ما حضرتك طبعا دي برضه يعني كلام حضرتك مظبوط 100%. ده بنوجه الحكومه المصريه ان يبقى في رقابه شديده. أيوة. خاصه مظبوط يعني الايام اللي قريبه من ارتفاع الاسعار، لان الناس تصحى الصبح تلاقيه بيسعر بمزاجه، يقول لك ده الاسعار رفعت، اللي نقل الطماطم من هنا لهنا يزود بمزاجه، الاجره بتحط بمزاجه، بتقعد شويه عشان الامور تنظبط. ودي يعني مهمه الاجهزه المعنيه بحيث الاجهزه الرقابيه الموضوع ده. الاجهزه الرقابيه. مظبوط. طيب حضرتك، في طبعا يعني احنا شايفين موجه غلاء بالنسبه لمنتج البطاطس. في ناس بتقول نوقف التصدير، وفي ناس بيقول لك احنا يعني متعاقدين وفي عقود دوليه بالنسبه للتصدير. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ انا بشكرك على يعني اعاده اثاره الموضوع الثاني، لان الموضوع ده يعني في ناس زي ما قلت حضرتك بتاخد العنوان، في ناس يعني بتقطع كلمتين. ما يعرفوش التفاصيل يا حاج حسين، ما يعرفوش التفاصيل. احنا دورنا بقى ان احنا نوضح التفاصيل للناس يعني. تمام. انا دلوقتي بتكلم على المواضيع كله من اوله لاخره، بنقول يا جماعه البطاطس دي احنا اتكلمنا في شهر 12 اللي فات وقلنا البطاطس التقاوي اللي جايه قليله، خاصه ان كان فيه عجز في انتاج التقاوي في اوروبا. بطاطس التقاوي جت متاخره، اللي وصل مصر حوالي 115,000 طن. فقلنا يا جماعه لو ما فيش تقاوي تاني البطاطس ممكن تغلى ابتداء من شهر مايو اللي جاي. الكلام ده كان في شهر 12. الكلام ده انا بحذر الحكومه والناس وبوعي الدنيا وبقول يا جماعه الحقونا ممكن يحصل كذا كذا. تمام. طبعا اللي حصل ان في ناس زرعت ببطاطس بتقاوي محليه، في ناس يعني ارتفعت اسعار التقاوي والتكلفه زادت. تمام. فالموضوع الانتاج قليل، فاحنا دلوقتي البطاطس اللي موجوده مخزنه في الثلاجات يا في النوالات. الثلاجات مش هتفتح غير في الشهر اللي جاي على اساس ان احنا ناخد منها تقاوي وناخد منها للسوق المحلي. الناس بقى قعدت تتكلم على منع التصدير. احنا طبعا التصدير يعني حاجه في ايد الحكومه بتستخدمها للصالح العام ولصالح المواطن بصفه خاصه. صحيح. انا دلوقتي انا لو شايف في صالح للمواطن في وقف التصدير كنت انادي بوقف التصدير. قبل كده ناديت بوقف تصدير البصل لان البصل ما كانش فيه كميات، لكن النهارده بنتكلم على عرواج جايه من البطاطس. احنا بننتج اكتر من 7 مليون طن، بنزرع 600,000 فدان ما شاء الله. بطاطس. العروه اللي فاتت دي كانت 30% من العروات المزروعه فقط لا غير. فما انا لو عملت حاجه زي كده انا بضر المواطن قبل الفلاح، لان المواطن اللي هو دلوقتي عايز الحاجه النهارده رخيصه بكره برضه عايزها رخيصه. لكن انا النهارده لو
ان اصل الحاجه بقى اقل من سعر التكلفه، الفلاح مش هيزرع في المستقبل، وبالتالي الموضوع ممكن يتفاقم بعد كده، هنخسر اسواق ونخسر ونخسر ومفيش فايده دلوقتي، يعني مفيش بطاطس ان هي تتصدر، احنا النهارده صدرنا اكتر من 700,000 طن بطاطس، مفيش حاجه هتتصدر تاني غير في العروه اللي جايه، الحاجات اللي قاعده. يعني معنى كلام حضرتك ان التصدير بالنسبه لل نقول وتقول لهم وقفوا التصدير، ده هم عايزين دولارات، ده مش عايزين يوكلوا الشعب، ده كبر الفلاحين بيقول التصدير اولى. لا انا عمري ما اقول التصدير اولى، انا مواطن قبل كل حاجه، انا ما بصدرش حاجه. انت حضرتك حاجة. مستهلك زيك زي الناس على يعني. المصلحه العامه ومصلحه المواطن قبل مصلحتي انا. انا بقول للفلاحين كلهم حتى اللي زارعين بطاطس هم بيشتروا بطاطس دلوقتي، مفيش حد عنده بطاطس في البيت. ففي ناس بتاخد الحاجات وعايزه تعمل شوشره، بقول لك الناس كلها احنا عندنا فائض 2 مليون طن بطاطس في السنه. لو ما صدرناش البطاطس هتنزل سعرها جامد جدا، الناس هتفرح يومين ثلاثه هتيجي العروه اللي بعدها مش هتلاقي بطاطس خالص، هتتفاقم الوضع. فانا لما بتكلم في مصلحه الدوله، مصلحه المواطن، في مصلحه الفلاح. يعني انا بتكلم للعامه، مفيش حاجه تخصني شخصيا. طيب ولا نقطه حتى لو اخيره، الحاجة نقطه تخص اخيره. بعض المزارعين، انا مع الاغلبيه العامه من الشعب. صحيح صحيح، ده كلام محترم. في نقطه اخيره بس قبل ما نختم مع حضرتك، وهو في انفراجه في اسعار الاسمده، فنحب برضو نعرف من حضرتك اخر التطورات. الحقيقه طبعا انا بطمن كل الشعب المصري، موضوع الاسمده ده مش موضوع يخص الفلاح بس، هو يمس كل بيت مصري، لان طبعا الاسمده دي اهم مستلزم زراعي، فنقصها بيأثر على الانتاج. لكن انا بتكلم كمان ان الحكومه يعني ليها غرض كبير جدا في المصانع تستمر، على اساس ان احنا بنصدر 35% من انتاجنا من الاسمده. وده يا حاج حسين بعد اذنك، عالي جدا بعد اذنك، وده للدوله يعني صناعه استراتيجيه ما حدش يقدر يستغنى عنها، لان احنا بنصلح اراضي جديده، عايزين اسمده، الفلاح عايز اسمده. فبقول للفلاحين هي وزاره الزراعه بدات تضخ الاسمده اللي كانت مخزنه، والجامعات بدات تشتغل، وان شاء الله على الموسم الشتوي مش هيبقى فيه اي ازمه اسمده، وكل المصانع هتكون اشتغلت باذن الله. والله يا حاج حسين حضرتك يعني نورت كل الامور ووضحت كل الامور، احنا بنشكر حضرتك جدا على المداخله دي، ويا ريت يكون وضحنا يعني معظم الامور المتعلقه بالموضوع الحاصلات الزراعيه والاسمده وازمه البطاطس طبعا حضرتكم عارفينها. انا حبيت بس ادخل المداخله دي النهارده عشان نوضح للناس ان كل حاجه الدوله شايفاها، وكل حاجه يعني تحت الدراسه، وكل حاجه المواضيع فيه اهتمام من الدوله بالمواطن البسيط قبل اي شيء. يعني دايما هدف اي حكومه اللي هو ارضاء المواطن. اي نعم، يعني الاصلاح الاقتصادي بيبقى ليه تبعيات طبعا، متضايق الناس كلها وهي شخصيا، يعني اي حد يتضايق اما حاجه بتغلى عليه، بس الدوله ما بتبصش في المنظور الحالي، الدوله بتبص لابعد من كده. فلازم يعني نتخلص من الاعباء الماليه اللي على الدوله. طبعا دعم المواد البتروليه مثلا بيكلف الدوله مبالغ كبيره جدا، اما يتوفر ويتوجه مثلا للصحه، للتعليم، لمجالات اخرى. فاحنا حبينا نوضح النقطه زي دي مع الحاج حسين ابو صدام، وبنشكره طبعا على المداخله. برضو احنا عندنا وقت لسه، عندنا وقت لسه ولا ايه؟ نشوف معانا وقت. طيب بص، برضو في موضوع يعني طبعا الفتره اللي فاتت اثار الدنيا كلها، وهو فيديو سيده الشرقيه. الموضوع ببساطة ان ست كبيرة محترمة في مركز ديار بنجم تبع محافظة الشرقية، شفنا لها فيديو ان مرات ابنها بتضربها على السلم وبتسحلها والكلام ده كله. فطبعا الجهات المعنية تحركت وتم القبض على المعتدية، وهي اسمها ندى، وتم حبسها او امرت النيابة العامة بحجزها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لغاية ما يتم التحقيق وانتهاء التحقيق. الموضوع ببساطة إن الست دي جوزها مسافر، اسمه علي، مسافر إحدى الدول العربية، شغال هناك ومركب كاميرات في بيته بحيث لو هو لو في أي ظرف أو حاجة يقدر يتابع. ففوجئ بتصوير فيديو أو المشهد، يعني إن مراته بتضرب أمه في مشهد غريب وطبعا مشهد غير أخلاقي يعني. فالنيابة أمرت بحبسها 4 أيام. أنا حبيت بس أقول للناس عشان يعني الناس تطمن وتهدى كده، عشان ده طبعا أسلوب غير أخلاقي، وطبعا المجتمع كله بينبذه يعني. وطبعا معانا دلوقتي برضو مداخلة مهمة جدا، وهو الناقد الرياضي والمحلل الرياضي كابتن صابر زكي. بنرحب بيه ونقول له أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ محمود؟ نورتنا. واهلا واهلا ببرنامج راي عام وقناه الاتش بي سي. نورتنا واهلا وسهلا بيك وشرفتنا يا كابتن صابر.
ميرسي جدا. طبعا حضرتك شفت الماتش الاهلي وبيراميدز اللي فات، كان في تجاوزات كتير من لاعبي بيراميدز، وبرده كان في بعض التجاوزات خلينا نكون منصفين من بعض جماهير النادي الاهلي سواء بالالفاظ او بالفعل. فايه راي حضرتك امبارح حصلت رابطه المحترفين اصدرت بعض القرارات التاديبيه بحق اللاعب المغربي محمد الشيبي، وبرده ضد مجلس اداره النادي الاهلي وضد مجلس اداره نادي بيراميدز؟ بالفعل القرارات مش هنقول انها احسن حاجه ومش راضعه بالشكل القوي اللي هو يخلي بعد كده اي لاعب او اي اداره او اي جمهور او اي حد من داخل منظومه كره القدم ان هو يكون حريص على انه ما يبقاش فيه عنده اي خطا. ولكن احنا يعني فرحانين ان هم لاول مره يكون القرار سريع شويه والانعقاد سريع، انعقاد للجنه الانضباط سريع واخذ قرارات سريعه. بس انا بعيب عليهم عدم قوه القرارات من بادئ الامر من موضوع الشيبي وحسين الشحات في الموسم اللي فات. طب حضرتك بتعيب على رابطه الانديه ولا اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره هي كلها منظومه واحده، رابطه الانديه ورابطه المحترفين. انا بحس يا كابتن صابر بعد اذنك ان اتحاد الكوره مش موجود. اتحاد الكوره مش موجود من سنتين ثلاثه، وانا اتكلمت في الجزئيه دي كتير جدا. ولذلك بتمنى ان اتحاد الكوره قبل ما يمشي يقدم تقرير عن ايجابياته وسلبياته ومن وجهه نظرهم المعوقات اللي كانت عائق في ان هم يحققوا المطلب او المطلوب منهم والنجاحات للكره المصريه. هو طبعا اتحاد الكوره اخر شهر 12 وهم بالفعل من 72 ساعه او من 48 ساعه قدموا مذكره بيطالبوا فيها بانعقاد الانتخابات الجمعيه العموميه. بالظبط كده، عشان خاطر الانتخابات. فبتمنى ان المسؤولين عن الدوله ووزاره الشباب والرياضه وتدخل الوزير الشباب والرياضه الاستاذ اشرف صبحي انه يطلب منهم تقرير مفصل عن الفتره اللي كانوا موجودين فيها وايجابياتهم وسلبياتهم والمعوقات، وبعد كده التقرير ده يتحقق فيه ونشوف ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم، اولا عشان نتلاشى كل الاخطاء اللي هم وقعوا فيها ما تتكررش مره ثانيه، وفي نفس الوقت لو في عندهم تقصير يكون في حساب، لان ده يعتبر مال عام، احنا بنتكلم في ملايين كتيره. وقوه ما فيش استثمار خالص رياضي كده يا استاذ. ومنظومه كرويه بتمس سمعه مصر. ما اعتقدش لولا الاهلي والزمالك وبطولتي افريقيا فالكره المصريه هنقولها بالبلدي في وعكه كبيره جدا بقالها سنوات. طب وحضرتك شفت طبعا ماتش مصر و في منتخب مصر الاولمبي بالظبط في اولمبياد باريس. ايه راي حضرتك فيه؟ هل المستوى ده يأهلنا اللي احنا نوصل لابعد من كده؟ بص خلينا نكون مع منصفين. العلم اللي احنا معانا اسبانيا في المجموعه، يعني خلينا نكون منصفين، احنا مرينا بالموقف ده قبل كده في بطوله افريقيا تحت 23 سنه. لم نحقق ولم يحالفنا التوفيق في اولى مباريات المجموعه. وكملنا مشوارنا بشكل كويس ولعبنا النهائي قصاد منتخب المغرب القوي. ولكن خلينا نتكلم على ارض الواقع، طبعا ما تحققش كل مطالب الراجل وما كانتش كل العوامل اللي ممكن تساعده على النجاح، ولكن هو مع ذلك الراجل ما اشتكاش، الراجل قال ان هو هيقدر وشكر كتير جدا في الكره المصريه. بس انا بشوف ان هو ممكن يكون ما درسش منتخب دومينيكان بشكل كويس. عندنا بعض الاخطاء سواء الدفاعيه او الهجوميه. صحيح. الاخطاء الدفاعيه بتتمثل في حمزه علاء وحسام عبد المجيد وعمر فايد، ما فيش انسجام ولا ما بيلعبوش جنب بعض يا كابتن صابر، يعني ما فيش انسجام خالص ما بينهم. الكره بتطلع. صحيح. الكره يا استاذ محمود، الكره بتطلع من رجل حمزه علاء للاثنين السردلكات، مش فاهمين بعض يا كابتن صابر، مش فاهمين بعض خالص. اخطاء كبيره جدا في خط الدفاع ادت لان منتخب دومينيكان سيطر على مجريات الشوط الاول وبان منتخب مصر بشكل مش كويس نتيجة الأخطاء، وده ذبذب المستوى بتاعهم وزعزع ثقة نفوس اللعيبة نفوسهم من جوه في المباراة. تحسن الأداء في الشوط الثاني نتيجة حاجة واحدة بس، ألا وهي إيه؟ إن نزل بلال مظهر. ليه بلال مظهر؟ لأن بلال مظهر لعيب سترايكر بيعتمد على الكرات العرضية والتحرك كتير جدا داخل منطقة ال 18 وإنه بيجي من تحت بوشه. ليه بلال مظهر يظهر في الحالة دي؟ لان عندنا حاجه اسمها الكبير جدا احمد السيد زيزو.
طبعا احمد سيد زيزو يكاد يكون اللعيب القليل او من 2 لعيبه بس في مصر بياخد اللاين وبيجري عليه وبيعمل الكروس العكسي وهو بيجري، فبالتالي هو محتاج مهاجم او سترايكر او لعيب جاي مندفع من تحت عشان يستغل كل الكرات العرضيه. عموما فيبان زيزو ان هو ما اداش بالشكل اللي كنا بنامله، ربنا لكن هو الراجل ادى. احنا متفائلين يا كابتن صابر الفتره الجايه، وربنا يوفق المنتخب ونتمنى الخير دايما ليه يعني. طبعا بنشكر كابتن صابر معانا على المداخله دي، وفي ختام الحلقه انا بحب يعني اشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ونتمنى ان شاء الله نكون قدمنا حاجه تفيد الناس، وان شاء الله منتظركم الحلقه الجايه ان شاء الله باخبار جديده وحصريات اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.